شبابنا ما شاء الله دائما مبدعين، وتسخر فعلا دولة الكويت بالطاقات الشبابية الإبداعية في جميع المجالات. وعندما نتحدث عن الشباب الكويتي نجد أنفسنا بين محورين رئيسيين وهما الإنجاز والطموح. ومو بس كذي، اليوم ضيفنا نموذج من هذه النماذج المشرفة، ممن رفعوا اسم دولة الكويت في المحافل الدولية. ضيفنا اليوم الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة الكويت وجراح الفم والوجه والفكين، الحاصل على أفضل بحث مقدم في المؤتمر الأوروبي في النمسا لجراحي الفم والوجه والفكين. حياك الله معنا دكتور، منورنا. الله يحييك، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور. صبحك بالنور والسرور. مبروك دكتور، طبعا نشر البحث في مجلة طبية عالمية محكمة، فيعني هذا إنجاز صراحة جدا جميل. وودنا بس تسولف لنا في البداية قبل أن ندخل ونتعمق في موضوع البحث على موضوع جراحة الفكين، ما المقصود بهما وما هو هذا التخصص؟ نعم، طبعا المسمى جراحة الفم والوجه والفكين هو مسمى واسع، ونقدر نشوف من المسمى أنه يغطي كل مجالات الرأس تقريبا. تبدي العمليات جراحات الفم وجراحات الفكين، تطابق الفكين ومناطق أخرى من الرأس. طبعا التخصص هذا يعتبر تخصص فريد من نوعه، هو تخصص متقدم في مجال طب الأسنان، ويعتبر جسر ما بين طب الأسنان والطب البشري، لأنك تقوم بإجراء عمليات دقيقة وعمليات كبيرة نسبيا. نعالج المرضى احنا من بعد الولاده الى ما سن الشيخوخه والاعمار المتقدمه، يعني من التشوهات الخلقيه اللي تحصل اثناء الولاده، الشفه الارنبيه وغيرها وكذي. طبعا تبدي بالشفه الارنبيه وبعض التشوهات الخلقيه بالراس والجمجمه. الشفه الارنبيه هي جزء من التشوهات الخلقيه، في تشوهات اخرى داخل الفم، في اماكن اخرى من الراس والانف والجمجمه بشكل كامل. وعندنا الأورام طبعاً، أي ورم يكون في منطقة الرأس خصوصاً داخل الفم طبعاً هذا يحتاج إلى علاج وإلى ترميم. الحوادث جزء كبير من علاجنا هو الحوادث، الحوادث في منطقة الوجه الفكين تعتبر حالات صعبة وتحتاج تجميل لإعادة الوسائل الوظيفية، الكلام، النطق، البلع، وأيضاً المجال التجميلي. طبعاً ما تقدر أنت تسوي أي عملية في مجال الوجه من غير ما تسميه عملية تجميلية. بمجرد ما أنت تقوم بإجراء عملية بالوجه أنت لازم تسوي تحسين وتجميل، تحسين المنطقة. بس هذا كله ينبثق من تخصص طب الأسنان، هذا كله ينبثق من تخصص جزء الأسنان كذراع والطب البشري في دول عديدة من العالم. فأنا حاصل على الطب البشري وطب الأسنان ما شاء الله لإجراء لكي تصبح عندي القدرة لإجراء العمليات المتقدمة في مجال جراحة الفكين. جميل جدا دكتور. دكتور، حصلت على أفضل بحث مقدم في المؤتمر الأوروبي في النمسا، كلمنا عن ماهية مضمون هذا البحث الجميل. طبعا احنا كجراحين خصوصا إذا كنا في المجال الأكاديمي نعتمد على إجراء البحوث لتطوير الوسائل العلاجية في مجالات مختلفة في مجال جراحة الوجه الفكين. في حالتنا هذه قمنا بتطوير نموذج عملي، طبعا احنا قمنا بتطوير نموذج عملي في جامعة الكويت، قمت بهذا البحث مع بعض الإخوة المشاركين وعميد كلية طب الأسنان دكتور عادل العصفور. قمنا بإجراء نموذج عملي يمكن عليه إجراء العمليات الجراحية الدقيقة وتجربة المواد المهندسة. انت لما تطعم العظم بالمواد الجديدة لازم انت شو اسمه دائما تختبر وتشوف صلاحية المواد هذه، هل هي قابلة للاستخدام الآدمي ولا لا. طبعا تبدي الفكرة في المختبرات، بس لازم انت تقيم عمليات على حيوانات مجهرية وبعدها تصعد الى مرحلة البشر الاستخدام في المرضى والبشر. طبعا احنا قمنا بعمل نموذج باسمنا، باسم الكويت، بطريقة معينة، والنموذج هذا يعتبر حيواني واستخدمناه لإجراء اختبارات على مواد. طبعا هم جربنا مادة جديدة احنا شرحناها لأول مرة، المادة هذه مستخلصة من عظام الأسنان من الطبقة الداخلية في الأسنان، وقمنا باستخدامها كمواد عظمية لإعادة إنتاج العظام في هذه التشوهات الخلقية. دكتور، لما تقول هندسة المواد المطعمة للعظام، يعني نبي مثل يعني هذا التخصص أو مثل هذه التقنية كيف ممكن تطبيقها على أرض الواقع؟ الهندسة هذه بالإنجليزي تسمى تيشيو إنجينيرينج. طبعا تيشيو إنجينيرينج هو مجال جديد أنك تقوم باستخدام المواد الطبية وتهندسها، يعني تسوي كنترول ومحاولة
تعديل وتحسين الخواص اللي موجودة فيها لكي تتطابق مع الجسم. كيف تتم هذه العملية بشكل مبسط تقصد يعني؟ تتم باستخدام المختبرات، تأخذ أجزاء من الجسم، طبعا تأخذ خلايا من جسم الإنسان من أماكن أخرى من الجسم، ويتم تركيب بعض المواد الأخرى التي تحسن خواصها، وتبدي إجراء عملية الميكستشر هذه، وتبدي أنت تطلع بنتيجة بعمل نوعية من العظام التي راح تتفاعل مع الجسم ويقبلها الجسم وينمو العظم في المنطقة. وممكن تطبيقها قلنا على أرض الواقع. طبعا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وفي بعض الدراسات التي استخدمت هذه المواد في أماكن أخرى من الجسم، وإحنا راح في صدد أن نختبرها على مرضى في المستقبل إن شاء الله. جميل. دكتور، دائما يقولون أي دكتور متخصص في الجراحات التجميلية أو غيره يفترض على أن يمتلك شغلتين، مشرط الجراح وريشة الفنان. فهل دكتور يعني هل أي دكتور متخصص يقدر أن يصل إلى مرحلة أن يكون جراح تجميلي، سواء كان طبيب أسنان أو دكتور مثلا عنده تخصص الطب البشري أو غيره؟ هي شغلة جدا صعبة، تحتاج إلى النظرة الفنية. حلو. واللمسة الفنية، مو كافي أن تكون عندك النظرة الفنية من غير الحس الفني. فالنظرة الفنية واللمسة الفنية والمعلومة الكاملة عن جسم الإنسان وشلون الجسم راح يتفاعل معك، أنت تقدر تبدي وتسوي إجراء تقول أنا أحب الشكل يكون كذي، ودي أسوي كذي، الجسم شلون راح يتفاعل معك. فأنت محتاج إلى هاي الثلاث أركان، وطبعا من غير اللمسة الفنية والدخول في مجال الفن بشكل عام صعب أنك تصل إلى نتيجة حلوة، خصوصا مع التجميل. وهذه لازم الواحد يكون عنده إياها، يعني خلينا نقول كموهبة، ولا ممكن أيضا صقلها من خلال دراسة؟ هذه تبدي تكون موهبة، بس يمكن بالإمكان صقلها حالة أي تحصيل آخر للواحد إذا اكتشف الموهبة. طبعا أعتقد أنا كل من له موهبة معينة في مجال الفن، بس لازم تكتشفها، لازم تدورها وتكتشفها وتدخل فيها أكثر وأكثر. طيب لما نقول الفكين دكتور، ما الفرق بين جراحة الفك العلوي والسفلي مثلا؟ طبعا في فرق. الفك العلوي هو فك ثابت في قاع الجمجمة ما يتحرك، لو تلاحظ. الفك صحيح. السفلي هو الفك المتحرك. فمن ناحية الوظيفية ومن ناحية الميكانيكية هم مختلفين، ولازم في تطابق بينهم. فتطابق الفك العلوي مع الفك السفلي هو يعطيك الناحية الجمالية في منطقة الفكين. أنت لو تلاحظ هذا نص الوجه من منطقة الخشم إلى منطقة الذقن، هاي المنطقة كاملة تتأثر في القاعدة العظمية اللي تحتها. أنت شنو عندك تحت الجلد؟ أنت عندك جلد، بس شو اللي عندك تحته؟ هو الفكين. فإحنا جزء كبير من عملنا هو تموضع الفكين، ونجعل الفكين بالموقع اللي مفروض يكونون فيه بعد عمل القياسات المعينة والمحددة قبل العملية، ونقوم بإجراء تموضع الفكين بالطريقة المناسبة. طبعا بمجرد ما تموضع الفكين أنت في المكان المناسب، الشكل الجمالي الخارجي سواء من ناحية البروفايل الجانبي أو من ناحية الأمامية راح يتعدل. فجزء كبير من التجميل يعتمد على إرجاع كل فك إلى مكانه المفروض يكون موجود فيه. جميل جدا. دكتور، هل تطورت جراحة الوجه بحيث يمكن إصلاح أي ديفكشن حصل للوجه على سبيل المثال، سواء كان عيب خلقي أو أي نوع من أنواع التشوه إذا حصل في أي نوع من أنواع الحوادث، هل يمكن إصلاح كل شيء؟ طبعا جدا صعب أنك تحصل علاج كامل لكل شيء، ولكن التطور في مجال جراحات الوجه والفكين تطور بشكل لافت، خصوصا مع التقدم في عالم التكنولوجيا والكمبيوتر. فعندنا شيء الحين أنه نقدر ناخذ أشعة ثلاثية الأبعاد ونحسب كل الزوايا وكل المقاسات باستخدام الكمبيوتر، ونقوم بطباعة هذه المعلومات على وسائل تسمح لنا بإجراء العملية طبقا للقياسات اللي حسبناها بالكمبيوتر. فالتخطيط باستخدام الكمبيوتر والتخطيط الافتراضي وصل إلى مراحل متقدمة، بحيث أننا نقدر نعيد عمل عمليات تجميلية للوجه بالقياسات الدقيقة هذه باستخدام الكمبيوتر. طيب احنا يمكن ذكرنا مساعة شفلة الأرنبية لأنها يعني شائعة نسبيا، فهل هي أكثر الأمراض الخلقية يعني شيوعا مثلا بين الأطفال، ولا في هناك أمراض أخرى ما نعرف عنها وايد؟ ويا ترى بأي سن ممكن الطفل نخضع للجراحة؟ نعم، طبعا الشفات الأرنبية هي الأكثر شيوعا من بين كل التشوهات الخلقية، و
ليش احنا نسمع عنها وايد؟ لان الطفل ينولد مع هذا التشوه الخلقي وراح يظل معه طول عمره، فمن مرحلة دخول المدرسة يتأثر فيه على 8 سنوات والعشر سنوات هاي المرحلة، وعندنا المرحلة اللي بعدين متقدمة على 17-18 قبل دخول الجامعة. كل هذه تعتبر مراحل مهمة حق الشخص اللي عنده تشوهات الخلقية، لازم نعالجها ولا يمكن علاج هذول كله بوقت واحد. فالمسيرة العلاجية حق مرضى الشفاء الأنبية هي مسيرة طويلة، طول عمرهم يعانون، مو بس أول سنتين ولا أول 10 سنين. لذلك نسمع أن في وايد تأثير على حياة الأشخاص اللي عندهم الشفاءات الأرنبية. أول ما ينولدون لازم نعالج شغلات معينة اللي هي شغلات الشفات، الشفة من برا لازم يعاد موضوعها بطريقة صحيحة على أساس الطفل يقدر يشرب، يقدر يأكل ويقدر يتحسن. بعدين تبدي على مرحلة السنتين الياهل يبدي يتكلم، ينطق نطق الحروف. إذا ذيك المرحلة لازم نصلح المشكلة الثانية، سقف الحلق، إن يكون سقف الحلق يكون مفتوح، فلازم يعيد، لازم نسكره بالمرحلة هذه على أساس يقدر ينطق الطفل. دخلنا بهالمرحلة نوصل لمرحلة 8 سنوات ما عنده أسنان بالمنطقة هذه، فلازم نحط زراعة عظم ونحاول إن نزرع له أسنان أو نحرك الأسنان الموجودة على أساس يصير عنده شكل فك مناسب نفس الأطفال الطبيعيين ويكون عنده أسنان بشكل بارز. ندخل لمرحلة أخرى بعد كم سنة يصير عمره 18، الخشم شكله مو طبيعي، فلازم نقوم بإجراء الخشم، عملية تجميل الخشم على أساس يكون الأنف بشكل متناسق مع الوجه. والعملية الكبرى راح تكون عملية تموضع الفكين، الفكين لازم يعاد تموضعهم بطريقة صحيحة عشان الشكل يكون متناسق، وطبعا نقوم بهذه الإجراء على عمر 18 سنة. فناس ما تشوف العمليات طويلة، لونج بروسس طويل، اي وسيستماتيك، لازم تبدي بمرحلة أولى وبناء عليه أنت قاعد تأثر على نتيجتك حق العملية الثانية. والله يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يعافيك. شكرا لك دكتور، طبعا كل الشكر والتقدير لضيفنا الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة الكويت وجراح الفم والوجه والفكين، والحاصل على أفضل بحث مقدم في المؤتمر الأوروبي في النمسا لجراحي الفم والوجه والكفين والفكين عفوا. مشاهدينا الكرام، للعام الثاني على التوالي نظمت كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشروع همة لأنك المستقبل التربوي والتنموي، ويهدف المشروع إلى تقوية أواصر الشراكة المجتمعية وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة. نشوف معاكم تغطية برنامج صباح الخير يا كويت لهذه الفعالية.